صنع في العرب أخبار على مدار الساعة، فمرحبا بكم. من ميدلت، ما قصة الشخص الذي قبل البابا يده في الرباط؟ فاجأ البابا فرانسيس الجميع عندما قبل يد أحد الرهبان خلال زيارته للمغرب على هامش لقائه بحشد من قادة الطائفة الكاثوليكية والإكليروس الكاثوليكيين بكنيسة سنيبير بالرباط أمس الأحد. وانحنى البابا فرانسيس وقبل يد الراهب الفرنسي جون بير شوماخر الناجي الواحد من مذبحة رهبان تيبجيرين بالجزائر سنة 1996 وفق ما أورده موقع يورو نيوز. وانحنى البابا بعد سلام حار بين الرجلين ثم قبل يد شوماخر ليرد الأخير بالمثل قبل أن يتبادل الاثنان كلمات قليلة ويعود البابا إلى كرسيه. يضيف ذات المصدر ويعد الأب جون بيير شوماخر وهو اليوم في 95 من عمره شيخ الرهبان ويقطن في دير سيدة الأطلس بمدينة ميدلت التابعة لإقليم الرشيدية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ودعمنا بزر الإعجاب. نلتقي في الخبر اللاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه.